الخضار. الخضار هي نباتات تزرع في داخل الأرض باستخدام البذور والماء وأشعة الشمس. هيا نتعرف على البعض منها. طماطم، طماطم. خيار، خيار. خس، خس. بصل، بصل. جزر، جزر. بطاطس، بطاطس. قرنبيط، قرنبيط. ثوم، ثوم. فلفل، فلفل. باذنجان، باذنجان. هيا نتدرب. ما هذه الخضار؟ طماطم. ما هذه الخضار؟ قرنبيط. ما هذه الخضار؟ جزر. ما هذه الخضار؟ ثوم. ما هذه الخضار؟ خس. ما هذه الخضار؟ خيار. ما هذه الخضار؟ بطاطس. ما هذه الخضار؟ بصل. ما هذه الخضار؟ باذنجان. ما هذه الخضار؟ فلفل. مدهش!